كده. هذا هو الكاتب أحمد صبري أبو الفتوح. أنا رأيي إن هذا الرجل يعني أديب من طراز خاص، طراز كبير، يعني طراز نوع كبير قوي. أنا قريت له من زمان، قريت له كتير، بس كان عامل ملحمة كده، هو يعني ملحمة عبارة عن 4 5 فصول قد كده بالظبط، اسمها السرسوة. صدقوا إن أنا قريتها من حوالي 10 سنين، لكني فاكر الشخصيات وفاكر الأماكن. هو عنده هذه القدرة إنك أنت لما تقرأ تخش 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 تلاقي نفسك عايش مع الشخصيات اللي موجودة في المسلسل، في الرواية، عايش معاهم. يعني بريسكال دي أنا شفتها خلاص، بقت صاحبتي خلاص، وبحبها جدا رغم إن هي بنت يعني ليها حركات جامدة، لكن بحبتها جدا. وحبيت أبوها اللي اتجوز 4 ستات، وحبيت الستات، يعني شفتهم كأني بشوف فيلم بالظبط. هو قادر، عنده هذه الموهبة الكبيرة، بحيث إن هو يصور كل تفصيلة في الشخصية بدون ملل، بدون ما تنزعج أنت خالص. لكن أنا أحييه يعني على بريسكال، وفيها معاني كتير الرواية. يعني لو أنت عايز تقراها لمجرد تتمتع، أنت هتتمتع. لمجرد أنك أنت تلاقي معاني، هتلاقي معاني كتيرة في الشخصيات، في كل ست اتجوزها، في كل عيل هو خلفه. يعني هو عنده عيال، جاب عيال كتير، كل واحد فيه عمل له شخصية. حتى الشخصيات السريعة بقت أنت شايفها 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 شايفها. فأنا بحيي الكاتب الكبير أحمد، أو الأديب أحمد صبري أبو الفتوح. وأحب جدا أن أنا يعني أكون سعيد أن أنا برشح هذا الكتاب أن أنتوا تقروه. أظن أن أنتوا هتبسطوا جدا. أنا بقول أظن لأن إحنا ما بنحبش نفرض حاجة على حد، لكن نقول أنه في المواصفات اللي ممكن تخليني أرشحها، مواصفات يعني بنغنغة.